غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. أهلا ومساء الخير. أيوه مساء الكنيسة المرقس جزز. أيوه أهلا وسهلا بيك. أبونا موجود لو كرمت. أنا أبو مريم بكلم حضرتك من نيويورك. أبو مريم؟ أيوة. ساعتك أتشرفت بحضرتك. اسمي أبو مريم. ها؟ اسمي أبو مريم. أنا أبو مريم، بنتي اسمها مريم. أنا أبو مريم من نيويورك. حضرتك أبونا؟ أيوة. اسم حضرتك، اسم حضرتك لو سمحت. اسمي وسام. ها؟ اسمي وسام. وسام؟ نعم. وسام، وسام إيه؟ وسام عبد الله. حضرتك عايز مين؟ أنا حضرتك، أنت بتتكلم مع حضرتك لمؤاخذة يعني زي ما كنت حقيقي في أمن الدولة يعني. أنا بس كنيسة وده رقم كنيسة. اسأل هل حضرتك أبونا؟ حضرتك تحب أفتح أمرك، تحب حضرتك تكلم مين؟ اللي موجود يعني مين حضرتك أبونا وحضرتك في السنترال؟ لا حضرتك عايز مين؟ حضرتك عايز مين بالظبط؟ في هدف ماي، أنا خلاص أنا هيلثي، في هدف ماي، حضرتك عايز مين؟ وإيه اللي حضرتك عايزه؟ أنا هودي حضرتك. ما أنا عندي سؤال لأبونا، حضرتك هل أنت كاهن؟ ناخد بركه ونعرف حضرتك مين واسالك سؤال. عايز تتكلم ابونا مين؟ اللي موجود حضرتك، انا ما اعرفش الاسماء، انا من نيويورك ما عنديش فكره. ما تعرف حضرتك يبقى قول لي عايز تتكلم مين وجهك. انت عارف انت مين وانت كذاب. انت كذاب وانت عارف انت مين وعارف مين اللي بيكلمك ومش عاوز ترد. انت كذاب وانت نفس انت القس نفسه. انت راجل كذاب. ويسوع يقول ان الكذاب ابن الشيطان. يوحنا 8:40 عاد ان يكون راجل دين وكذاب. مع السلامه كذاب. كان معنا لواء مباشرة الآن كنيسة القديس مرقس في جيرسي سيتي نيو جيرسي. هذا الكذاب الأشر زي ما أنتم شايفين أهو يحاول معايا. ما تقول أنت مين يا مس؟ تخيل تقول أنت مين؟ سبحان الله العلي العظيم. تخيل كنيسة القديس جيرسي سيتي نيو جيرسي. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلو. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، تكبير، كل تكبير، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله، الحمد لله، حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا، جل قدرا، لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.